السلام عليكم. متابعين لسناب الرئاسة بالخير، ونتمنى لهم متابعة رائقة وأخاذة في متابعة تلك الجهود والإنجازات والأعمال العظيمة التي تقدمها الرئاسة، ونحن نشهد ولله الحمد والمنة كثافة مبشرة ولله الحمد والمنة من إخواننا المعتمرين الذين يؤدون العمرة بكل يسر وسهولة، فجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء وتقبل منا ومن المسلمين صالح الأعمال ومن المعتمرين، ووفقنا وإياكم لما فيه الخير. شكرا لسناب الرئاسة وشكرا للمتابعين الكرام، ونتمنى أن نراكم دائما على خير، وبلادنا في أمن وأمان واستقرار.